مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه هتبدا مع الاهلاويه. اهلا وسهلا، تحياتي لحضراتكم في بدايه الحلقه، والبدايه مع الاهلي العالمي. بكره ان شاء الله تبدا بطوله السوبر جلوب، بطوله كاس العالم للانديه لابطال كره اليد. طبعا اللي بيشارك فيها النادي الاهلي ممثلا وحيدا بالمناسبه عن مصر وعن القاره الافريقيه. القاره الوحيده اللي بيشارك منها نادي واحد هي قاره افريقيا، هو النادي الاهلي، بعد فوز طبعا مستحق على نادي الزمالك في السوبر الافريقي اللي اهل الاهلي للمشاركه الثانيه على التوالي في بطوله كاس العالم للانديه اللي هتشهد السعوديه وتحديدا الدمام، انطلاقها بكره ان شاء الله. بطوله هتبدا من يوم 7 تستمر لغايه يوم 12 نوفمبر. كل التوفيق لابطال النادي الاهلي اللي مشرفينا ورافعين راسنا، ابطال كره اليد اللي هيواجهوا بكره النور السعودي. ويمكن نظام البطوله طبعا مباراه مهمه جدا، مش بس عشان مباراه افتتاحيه، لكن مباراه مهمه جدا تفرق معانا في الرانكينج او في التصنيف في البطوله. البطوله نظامها شويه يعني مختلف على الانظمه المعتاده في البطولات اللي زي دي. احنا معانا طبعا برشلونه في المجموعه، معانا النور السعودي والاهلي، هي دي مجموعه الاهلي، ثلاث فرق فقط. كل مجموعه فيها ثلاث فرق، الاوائل في الاربع مجموعات هيلعبوا على المركز من الاول للرابع، التواني هيلعبوا على المركز من الخامس للثامن، والتوالت هيلعبوا على المركز من التاسع للاخير. فبكره مهم جدا ان شاء الله باذن الله. طبعا الاهلي بيلعب خارج ارضه، النور بيلعب على ارضه وسط جمهوره، لكن ما عنديش شك، المعلومات اللي عندنا انه تذاكر المباراه نفذت بالكامل، وثقتي طبعا في جماهير النادي الاهلي اللي موجوده في السعوديه بشكل كبير، اكيد جمهور الاهلي هيكون حاضر بكره. لكن اهميه المباراه بتيجي منين؟ انه هي المباراه الاسهل للاهلي في المجموعه، عشان يعني نكون صراحة مع بعض، برشلونه هو البطل التاريخي لبطوله كاس العالم للانديه، واحد من اقوى فرق العالم في الهاندبول. لكن نتمنى التوفيق طبعا لرجالتنا، وفي حدش عارف في الرياضه كل شيء ممكن وكل شيء جايز، لكن رهاننا الاكبر اعتقد هيكون على مباراه بكره. كل التوفيق لابطالنا اللي مشرفينا ومشرفين الاهلي العالمي. وخد بالك العالمية دي أصلها مش بتيجي أبدا بالصدفة، فكرة أو صفة العالمي دي تيجي بحاجات كتير جدا، تيجي بالمشاركة في أكتر من بطولة كاس عالم، يعني ما تكونش مشاركة وحيدة وبالصدفة. مش كل فريق شارك في بطولة كاس عالم مرة أو حتى مرتين ممكن لك أنت تطلق عليه لقب العالمي. والأهم من ده أن تكون مشاركتك مش تمثيل مشرف، يعني فكرة انك انت تكون حاضر كضيف دائم على البطولة ده في حد ذاته برضو ما يخليكش توصل لمرتبة العالمية حتى لو كانت المشاركة دي متكررة. لكن قدرتك على تحقيق انجاز وسط الكبار ده شيء كمان يضيف لرصيدك. والاهم بقى، الاهم، ودي النقطة الاهم، لانه ممكن نادي كبير يقدر يحقق ده على مستوى لعبة واحدة. يعني ممكن تكون نادي عظيم جدا في كرة القدم، لكن ممكن ما يكونش عندك ألعاب تانية، أو حتى ممكن يكون عندك ألعاب تانية بس الألعاب التانية مش واخدة نفس الدرجة من الاهتمام أو نفس الدرجة من النجاح اللي بتحققه اللعبة دي. فلنفترض مثلا إنه لعبة كرة القدم هي النشاط الرئيسي، ممكن تلاقي عندك الباسكت بعافية شوية، الطايرة بعافيتين، الهاندبول مش موجودة. لكن كونك تقدر تنافس على المستوى العالمي في أكتر من لعبة، انت بتتكلم طبعا يعني على انجازات كبيره جدا، رابع العالم في السله وثالث العالم في كره القدم ثلاث مرات، فبالتالي في رابع العالم في الهاندبول النسخه الاخيره من السوبر جلوب، فبالتالي انت بتتكلم على مشاركه فعاله في كل الرياضات. ودي حاجه قليل قوي قوي قوي، مش عايز اقول الاستثناء الوحيد هو الاهلي، لكن قليل قوي قوي على مستوى العالم الانديه اللي ممكن يكون عندها القدره دي. اعتقد وانا اتفق بشكل كبير جدا مع صديقي ابو علي انه مفيش نادي عمل المعادله دي. يمكن برشلونه، انا مش عارف برشلونه في السله ايه اخباره، لكن انا متاكد انه انديه قليله جدا ان لم تكن تعد على اصابع اليد الواحده هي اللي عندها القدره انها تعمل ده، وخصوصا لما بتكون بتتكلم على قاره افريقيا. يعني لما بتيجي تتكلم على الرياضه في اوروبا، انت عارف الامكانيات عامله ازاي والتطور عامل ازاي والادوات عامله ازاي. لما بتتكلم على اسيا حتى برضه امكانيات الماديه جباره، بتحاول او بيحاول
الاسيويين ان هم سواء كنت بتكلم على الصين، بتكلم على اليابان، بتكلم على كوريا، او بتكلم على الخليج، بيحاولوا ان هم يعوضوا ضعف الامكانيات والمهارات بقصه الماده، وفي اوقات كتير جدا بينجحوا. شفنا تجارب ناجحه لكوريا قبل كده، شفنا تجارب ناجحه لليابان يعني، والخليج بيحاول، ويمكن في طفره ونقله نوعيه في الخليج فبيحاولوا يعملوا ده. امريكا الجنوبيه مواهب جباره، الفطره هنا بتلعب دور كبير جدا في نجاح الانديه اللاتينيه، بالاضافه طبعا ان عندهم موارد ماليه بالتاكيد ما تقارنش مع قاره افريقيا. فكونك بتمثل قاره وتقدر تعمل الكم ده من النجاحات في ظل الامكانيات الضعيفه، حتى وان كان الاهلي من اكبر الكيانات الرياضيه اقتصاديا على مستوى القاره الافريقيه يعني، ولكنه لما نيجي نقارنه بالكيانات اللي زيه في امريكا اللاتينيه او في اوروبا او في امريكا الشماليه حتى اللي هي حديثه العهد يعني بكلف كره القدم، او في اسيا، تلاقي طبعا ان افريقيا خارج المنافسه بكل شكل من الاشكال، ما تقدرش تحطها في منافسه او مقارنه مع اي من ناحية الاقتصادية، بتكلم من ناحية الإمكانيات المادية مع أي من الأبطال دول. ففعلا الأهلي عالمي، والأهلي يشرف ويرفع الرأس.